الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فقد وقفنا في درس الأربعاء يا طارق عند أمر هام جدا، بينا مكانته في القرآن الكريم، وأنه قد ورد في القرآن الكريم مرات كثيرة تزيد عن 100 مرة. تحدثنا عن الحكمة، وكان محور الحديث يدور في هذه النقاط: تعريف الحكمة. عرفنا الحكمة يا طارق، صح؟ ما هي الحكمة؟ هي فعل الذي ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. انت الأربعاء كنت بجايتكس، معناته أنا آسف هيك ظلمتك أنا. إذا عرفنا الحكمة وقلنا إنها فعل الذي ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، أو هي وضع الأمر في موضعه، وذكرت تعريفات كثيرة للحكمة. ثم فصلنا في سؤال هام جدا: هل الحكمة هي مكتسبة، يعني الله عز وجل خلق الإنسان حكيما هكذا، أم هي يعني عفوا مكتسبة، أم هي فطرية وهبية، يعني هل هي وهب من الله عز وجل أم هي مكتسبة لابد أن يكتسبها؟ قلنا إن الحكمة التي وردت في القرآن الكريم تعني النبوة، وهي وهبية. وآتيناه الحكمة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذا الحكمة إذا كانت تعني النبوة فهي وهبية من الله عز وجل، وإذا كانت تعني وضع الأمر في موضعه فهي كسبية. قال تعالى: ويعلمهم الحكمة. تمام، هذا فصل فيه، لا أريد أن أعيده الآن. ثم وقفنا عند المحور الثالث، ووعدت أن أتابع في هذا المحور اليوم. الله، ما هي الأسباب التي تجعل من الإنسان إنسانا حكيما؟ كيف، ما هي الأسباب؟ ذكرنا أسبابا كثيرة. أول هذه الأسباب طاعة الله عز وجل والاتصال بالحكيم. لا بد أن تتصل بالحكيم حتى تكون حكيما، وفصلت في هذا تفصيلا لا بأس به. ثانيا، التبصر بحقيقة الدنيا، يعني الإنسان أن يملك الدنيا. لا أن تملكه الدنيا، بمعنى أن بعض الناس والعياذ بالله يأخذ المال الحرام، يظلم زوجه، أولاده، عماله، ما بيخاف الله، يرتكب الموبقات. ليه؟ لأنه فكر الدنيا دائمة، لكنه لو تبصر بحقيقتها كان حكيما. دائما بيقولوا أخي طارق أنه الحكيم هو الذي ينظر يستشف آفاق المستقبل ولا ينظر بين قدميه، بمعنى نظرته بعيدة وليست نظرة قاصرة. حتى على مستوى الدول، تحدثوا عن الاقتصاد، لك هذه دولة متقدمة ما شاء الله، عندها خطة 50 و10 وممكن 100 وكذا إلى آخره. ليه؟ لأنه دائما في عنده تبصر بالأمور، ينظر إلى آفاق المستقبل. كذلك الإنسان الموفق والحكيم إذا أراد أن يصل إلى الحكمة لابد أن يعرف قدر هذه الدنيا، ما ينشغل بالخسيس عن النفيس. يعني ضربت على هذا مثال ما في داعي أعيده الآن، لكن باعتبارك أنت كنت في جايتكس. الله قال عن الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، صح؟ في آية لهو ولعب، وفي آية لعب وله. ما هو الفرق بين اللهو واللعب؟ اللهو أن تشتغل بعمل حقير عن عمل جليل، مثل مثلا عندك بكرة سيمينار للدكتوراه، يقولوا لك اقرأ، تقول لهم: لا أنا عندي هلأ بدي لحق الشدة، عندي بدي أخلص شو بسموها لعبة الشدة بالخليج، تريكس. طيب الشدة هي يعني الورق، ينشغل بها عنده امتحان بكرة مثلا. هذا انشغل
بحقير، عمل حقير عن عمل جليل، شو اسمه هذا؟ له. اللعب عكسه تماما، اللعب أن تبذل جهدا في أمر يكون عبثا، يعني ينفض هذا الأمر. مثال ضربت على هذا المثال، الرجل الثلجي في البلاد الباردة، طارق مثلا في النمسا، أنت رحت على النمسا أكثر من مرة تقريبا، ما بدهم يسووا الرجل الثلجي، ممكن كم ساعة بيشتغلوا فيه؟ ساعة أكثر أقل. بالنتيجة إذا طلعت الشمس شو بده يصير؟ راح. والمشكلة أنه يعني عم يشوفوا أنه طلعت الشمس، كل هالتعب راح. هذا اسمه لعب، هذاك شو اسمه؟ له. طيب الدنيا له ولعب. الله. وقالوا الله أخطر من اللعب، لأن له عمل عابث يضيع عملا نفيسا. فصلنا في هذا. ثالثا يا طارق، باعتبارك ما كنت موجود، من الأسباب التي تجعل الإنسان حكيما المداراة، وفصلت في هذا تفصيل لا بأس به، أنك أنت يعني مشاعرك تخليها لنفسك، وإذا شفت إنسان رأيت منه شيء معين مو بالضرورة تهاجمه، بالعكس تماما. سيدنا محمد كان سيد الأقوياء، لكن كان يداري، وذكرت في الدرس الماضي الفرق بين النفاق وبين المدارة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أفضل ما أنفق الرجل ماله فيه ما وقى به عرضه. كان مرة عنده أحد الشعراء وعطاه مال، فقالوا له: تعطي من يعصي الرحمن وينشر البهتان؟ عن الشعراء يعني. قال: إن أفضل ما أنفق الإنسان فيه ماله ما وقى به عرضه. أحيانا أنت يعني بالشام أخي طارق، شو يعني هذا واحد بتعرف ديته، ادفع ديته، هذا ديته كلمة طيبة، أعطي كلمة طيبة. وفصلت في هذا تفصيل لا بأس به. وقفت هنا الآن في الدرس الماضي رابعا: الإخلاص. يا سلام. إذا أردت أن تكون من أهل الحكمة ينبغي أن تكون مخلصا لله عز وجل، صاحب سريرة ونية صافية. لذلك ورد: من أخلص لله 40 صباحا، شو بصير؟ تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ليه؟ لأنه عمله لله عز وجل. ما في يعني ما في أمور دنيوية، ما في مصالح، بالعكس هو أعماله كلها لمن؟ لله رب العالمين. طيب، والإخلاص ذكرت لكم غير مرة آيات كثيرة تتحدث عن الإخلاص، وقلنا إن الخلاص يعني يوم القيامة في الإخلاص. فالقلوب إذا صفت رأت، فصفاء الباطن طهارته، ويعني الطهارة تعني خلوه من النفاق والكذب والتمثيل، وتعني خلوه من السواد والملوثات. كل هذا يؤثر في حكمة الإنسان. سبحان الله، يعني أنت لما يكون قلبك نقي ونظيف، الله عز وجل يجري الحكمة على لسانك. وآتيناه الحكمة صبية، تلاقي ولد صغير سبحان الله لكن عنده حكمة. وأحيانا الرجل جاز 60 من عمره لكنه متصابي. وفي القصة المعروفة أن وفدا دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ليتقدم كبير القوم، فتقدم غلام، فقال: أنا قلت كبير القوم، فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن، لو القضية بالعمر، لكان هناك من هو أحق منك بالخلافة، لكن المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، فإن كان ذا لسان لافظ وذا عقل حافظ كان هو سيد القوم. فالإنسان الموفق والحكيم تأتيه الحكمة من الإخلاص، إذا قلبه نظيف مخلص ما بيزعل، لأنه بيصلي لله ويصوم لله ويتصدق لله ويكرم لله أما إذا في شوية هيك زغزغة بالنوايا يأتي القلق. أينما وجد القلق معناته في مشكلة مع الله، أينما وجد التيسير معناته الأمور مع الله جيدة، لما يكون في تعسير معناته في شيء غلط.
قد تقول لي لا في ناس ما لها علاقة بالله عن أمور ميسرة، لا أنا أتحدث عن المؤمن الذي يعتقد أن كل شيء في هذا الكون بتقدير الله، يعني كل شغلة بالكون هذا. نحن بعد صلاة الجمعة يا طارق أنت عم تطلع بالسيارة، قلت لك رح يوقعوا، طارق بعد ساعة اتصلت فيني صح ولا لا؟ قبل 3 أيام حكيت لك عن امرأة صالحة رأت في الرؤيا أنه ناس ماسكين ما بعرف شو كذا، صح ولا لا؟ أنت وجه قلبك له. بس المهم أنه كان بعض العارفين بالله يقول يا بني إياك والتعلق بالفتح، لا تتعلق بالكرامات، كن عبدا للفتاح، لأن الرجل الصالح يستتر من هذه الأمور حتى لا يحبط عمله مشان ما يفرح فيها، عرفت كيف؟ فكلما زاد إخلاص الإنسان زادت حكمته، ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. والحكمة التي تأتي من الإخلاص هي نظر الصالح بنور الله وبنور الصلاح والصدق والتقوى الذي في قلبه فينطق بالحكمة. يعني فهمنا كيف طارق؟ يعني الإنسان لما بيكون جوا نظيف، إنما جعل اللسان ترجمان على الجنان. ومن أسر سريرة، سيدنا علي يقول من أسر سريرة، يعني نيته جواته قلبه كيف، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. سبحان الله، الله عز وجل. أنا أعرف رجلا ما بعرف إذا مات أو لا، أمي تماما، كان يبيع بعد الدرس في إحدى مساجد دمشق الكبرى، يبيع طوائي بسموه بالإمارات قحفية ومسابح وقصاصات أظافر ويعني عطور. هذا الرجل سبحان الله، لما هو أمي تماما تجلس معه مثلا يقول لك بده يحكي لك مثلا عن الإخلاص، تحس تشعر كأنك جالس أمام شيخ الإسلام، حفظ الأحاديث الأدلة الآيات. كيف مع أن الرجل هو أمي، لكن سبحان الله الإخلاص والصدق والذكر ومحبة الناس والسماحة. إذن الإخلاص يجعل الإنسان حكيما لافظا وناطقا بالحكمة. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: والله إني لا أحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده ويرشده. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أنا كأني أشعر أن سيدنا عمر لكثرة حكمته كأن ملكا بين عينيه هو الذي يوجهه لكثرة إخلاصه وإيمانه بالله عز وجل. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. كم وحدة صاروا طارق؟ 4، تمام؟ خامسا، لا خمسة، نحن الآن سادسا، خامسا، متأكد؟ إخلاص كم عدده كان رقمه؟ 4 الإخلاص، بعدين؟ طيب، خامسا مصاحبة أهل الحكمة. نحن قلنا أنه الإنسان إذا صاحب أي واحد بيأخذ منه بيتأثر فيه، تمام؟ فإن صاحبت إنسانا ذا صمت، يعني صمته أكثر من كلامه، تتأثر به. وإن صحبت رجلا ثرثارا تتأثر به. وإن صحبت مغتابا تتأثر به. وإن صحبت أهل الحكمة الذين لا ينطقون إلا بقدر ولا يتكلمون إلا بحكمة، انتقلت وسرت أحوالهم إليك، تمام؟ نحن كلنا حافظين القول: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. سادسا، نحن كتبنا خامسا صح؟ سادسا ترك ما لا يعني. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه:
من ترك زيادة الكلام، يعني الكلام بلا طعم الزايد، منح الحكمة. فالحكيم ليس ثرثارا، وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون، صلى الله على سيدنا محمد. إذن كم سببا للحكمة الآن طارق؟ نعدهم سوا. أول سبب طاعة الله عز وجل، ثانيا التبصر بحقيقة هذه الدنيا، وميزنا بين اللهو وبين اللعب، تمام. ثالثا المدارة، وميزنا بين المدارة وبين النفاق والمداهنة. رابعا الإخلاص، وقلنا إنه من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. خامسا مصاحبة أهل الحكمة. ليه؟ لأن أحوالهم تسري علينا. وأهم ما يميز أهل الحكمة ماذا يا طارق؟ الصمت، أنهم ليسوا ثرثارين. طيب كم وحدة صاروا؟ سادسا ترك ما لا يعني. الدليل قال سيدنا عمر: من ترك زيادة الكلام منح الحكمة. هل في حديث ولو يرى بعض العلماء أنه ضعيف أنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ هذا الحديث سبحان الله حديث جامع مانع. يعني إنسان بالشام يسموه كثير الغلبة، إذا هذا كثير الغلبة ترك هذه الأمور، ما وجدنا تتبع للعورات، ما وجدنا غيبة، ما وجدنا حسدا. ليه؟ لأنه إنسان ينشغل بنفسه عن غيره، تمام، فيرزق بالحكمة. أما أنا كيف أرجو الحكمة من إنسان يعني يتتبع أحوال الناس؟ فلان سافر، فلان ما سافر، فلان ليش سافر على هي، فلان ليش ما سافر. فدائما هؤلاء والعياذ بالله دائما عندهم نوع من الأمور التي تطمس أنوار الحكمة في القلب. الله، إن كل صمت تصمته يضيف لكلامك الذي لم تتكلمه بعد وهجا وألقا ورونقا، صلى الله على سيدنا محمد. أنا مشان ما أطول اليوم أكتفي بهذه الأسباب، أسباب الحكمة. لكن شو هي أهم يا طارق؟ أهم هذه الأسباب الستة مصاحبة أهل الحكمة. يعني أنت أحيانا ترزق بشيخ، برجل، بعالم عنده علم كثير لكنه ليس حكيما، وترزق أحيانا برجل رباني عالم لكن أوتي الحكمة، يعرف متى يتكلم، يعرف متى ينصح. البارحة قرأت عن هؤلاء الحكماء رجل من علماء الشام رحمه الله تعالى اسمه الشيخ شوكة الجبالي، وأنا رأيت هذا الرجل عليه رحمة الله الذي توفي في 88 ميلادي تقريبا. الشيخ شوكة الجبالي كان يمشي مع ولده الأثير الشيخ منتصر، الآن هو ابنه ما شاء الله داعي موفق في دمشق. الشيخ شوكة الجبالي كان يمشي يا طارق، وين عم يمشي يا طارق؟ كان عم يمشي بشارع النصر بالشام. تعرفوا شارع النصر؟ شارع النصر بتعرفوا، نزلة البريد، شارع النصر. فولد غلام ماسك ورقة يا نصيب، معرض دمشق الدولي بتعرفها، ولد يا نصيب عم بده يبيع يعني. فرأى الشيخ، والشيخ لابس لباسه والعمامة والجبة، قال وأخذ يقول بشكل ساخر: شيخي اشتري منها الورقة. فمضى الشيخ ثم توقف، رجع إلى مين؟ إلى البائع. قال له: يا ابني، هذا غلام يعني. قال له: كم ثمن ورقة يا نصيب؟ قال له: 25 ليرة. فأخرج الشيخ الله يرحمه 25 ليرة، قال له: أنا لا أشتري حراما، هذه لك مني كلها حلالا. فانكب يقبل يد الشيخ. هو بده يتمسخر على الشيخ أنه تعال اشتري الورقة شيخنا،
وهو يعلم أن اليانصيب ما يصير حرام. فالشيخ رجع لعنده، شوف الدرس، وأنا هذا الموقف حكى لي يا ابنه لأنه كان موجود وقرأ وكتبه على الفيسبوك أيضا. رجع لعنده ما كسر بخاطره، ما عير، ما قال له شوف الحكمة، ما قال له أنت ما بتستعي على حالك، أنت مو أنا شيخ الإسلام والأوان، لا لا لا. قال له يا ابني هذه بكم؟ قال له 25 ليرة. قال له أنا ما بشتري حرام، هي 25 ليرة هدية كلها حلالا مشان ما تكون حرام. الله يرضى عنه، هذه حكمة. مرة كنت في مولد أيضا في دمشق كمان 87 86، وكان في مسجد كبير في منطقة البرامكة افتتحوا بال 87 اسمه مصعب ابن عمير، فكان منشد مدير عقلة. وقف هذا الشيخ نفسه الله يرحمه الشيخ شوكة الجبالي، عم يتكلم وبإيده مسبحة، فهو عم يتكلم انفعل، سقطت المسبحة هيك، هو ما شاء الله صحة، سقطت المسبحة بحضن واحد. قالوا هي لك، هي لك، ساقها الله إليك. هي شغلات لطف، أنس، حكمة، هذا المربي. أما ممكن أحد لك ليش أنت مو مطول دقنك، ليش أنت بنطرونك ما بعرف كذا ضيق، هذه مو حكمة. أو الإنسان الحكيم هو الموفق اللي بيتعامل مع الناس بحب. لذلك قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: إن من علامة الولي الشفقة على عباد الله. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب، يا رب نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الحكمة، وأن ترزقنا الحكمة في أعمالنا وفي تصرفاتنا، حتى نكون دعاة ومفاتيح للخير مغاليق للشر، برحمتك يا رب العالمين. اشفي وعافي جميع المرضى، اللهم اشفي وعافي جميع المرضى، اللهم اشفي وعافي جميع المرضى يا رب يا رب. يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، يا حي ويا قيوم، نسألك يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، أن تيسر أمورنا على أحسن حال وأهدأ إبال. اللهم يا سلام سلم، اللهم كما أنعمت فتمم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنكم جميعا إن شاء الله.